أصحاب المدرسة العقلية يرمون شبهة، وهي أن أهل السنة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تعظيمهم لله، بدليل أنه عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه، وعندما يذكر الله لا يتكلمون. سبحان الله، هذا كلام من أفسد ما يكون، لأن لفظ الجلالة في ذاته يشمل الجلالة والكمال والتمام، فليس في حاجة إلى ثناء. يعني هو ذات نفسه هذا الاسم اللي هو الله، الله بمعنى الإله، والإله من أله يأله إلهة بمعنى عبد، فالإله بمعنى المألوه بحق، الإله بمعنى المألوه الذي تتجه إليه القلوب حبا وإخباتا وخوفا ورغبة ورهبة. فهذا الاسم في ذاته ثناء، في ذاته ثناء، فهو لا يحتاج إلى أن احنا نثني عليه أكثر من ذلك. يعني ما نقولش قال الله فنقول تعالى، تعالى إيه يعني، بخلاف قال محمد نقول إيه صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس كثير جدا اسمه محمد، فلابد أن تميز النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاءكم، لا قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء بعضكم بعضا. إذا لا يجوز أن احنا نجعل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضنا بعضا. لكن مين اللي يسمي نفسه الله؟ حد يسمى نفسه الله؟ ما فيش. لكن محمد كثير، في كثير ماشي، فلابد أن نميز.